جميل، هنبتدي بقى مع حضراتكم كما تعودنا دائما باخبار النادي الاهلي. والحقيقه ان اصداء فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا وكاس مصر مستمره حتى اللحظه، وطبعا كل التهاني عماله تنهال على النادي الاهلي من كل مكان ومن كل الشخصيات العاشقه للاهلي، مش بس في مصر ولكن على صعيد الوطن العربي بشكل عام. كان في تهنئه مؤخرا عزيزه جدا على كل الاهلاويه، رد عليها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي نيابه عن مجلس الاداره، ويعبر من خلالها عن خالص شكره وامتنانه لسعاده الشيخ مانع بن خليفه بن سعيد المكتوم على تهنئته الجميله للنادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعبيه وايضا جهازهم الفني والاداري عقب الفوز بدوري ابطال افريقيا والفوز ايضا بكاس مصر. عبر كمان من خلال هذه الرساله على حرصه الشديد على مشاركة النادي وجماهيره هذه المناسبة السعيدة، لا سيما وأنه يعتبر من الشخصيات العاشقة للأهلي منذ زمن طويل، ودائما ما يكون مسانداً للنادي في كل المواقف المختلفة.